أخرج البخاري ومسلم والنسائي عن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري عن أبيه قال: لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حنين بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس، فلقي دريد بن الصمة، فقتل دريد وهزم الله أصحابه. فقال أبو موسى: وبعثني مع أبي عامر، فرمي أبو عامر في ركبته، رماه رجل من بني جشم بسهم فأثبته في ركبته. فانتهيت إليه فقلت له: يا عم من رماك؟ فأشار أبو عامر إلى أبي موسى بالرجل الذي رماه، فقال: إن ذاك قاتلي، تراه ذلك الذي رماني. قال أبو موسى: فقصدت إليه فاعتمدته فلحقته، فلما رآني ولى عني ذاهبا فاتبعته، وجعلت أقول له: ألا تستحي؟ ألست عربيا؟ ألا تثبت؟ أتفر؟ فكف، فالتقيت أنا وهو، فاختلفنا أنا وهو ضربتين، فضربته بالسيف فقتلته. ثم رجعت إلى أبي عامر فقلت له: إن الله قد قتل صاحبك. قال: فانزع هذا السهم. فنزعته فنزل منه الماء. فقال: يا ابن أخي، انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرئه مني السلام، وقل له: يقول لك أبو عامر استغفر لي. قال، يعني أبو موسى: واستعملني أبو عامر على الناس، ومكث يسيرا ثم إنه مات. فلما رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم دخلت عليه وهو في بيت على سرير مرمل. قال ابن الإمام: قوله سرير مرمل يقال مرمل ومرمول، وهو المنسوج من السعف بالحبال، وعليه فراش، وقد أثر في ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وجنبيه. فأخبرته بخبرنا وخبر أبي عامر، وقلت له: إن أبا عامر قال لي: ارجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر لي. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ منه، ثم رفع يديه ثم قال: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر حتى رأيت بياض إبطيه. ثم قال: اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك أو من الناس. فقلت له: ولي يا رسول الله، يعني وادع لي ولي يا رسول الله فاستغفر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه، وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما. قال أبو بردة: إحداهما لأبي عامر والأخرى لأبي موسى.